مغلبة حالك مغلبة حالك. ثانك يو عن جد ثانك يو عزبتي حالك. أهلا وسهلا. ثانك يو يا روح قلبي. أنت ما بدك تطلعي مستريتو؟ لا. إنه إنه بتفيق من النوم لابسة طقم سكربينة أنيقة ميك اب أنيقة. هلا أنا بس ناقصنا تشيز كيك. هي لابسة كرمال أنا متأنقلة نحن ضيوفها اليوم. بس نحن حاسين بنقص لأنكم أنتوا دقيتوا لي وجايين. إيه بس حطيت شيء هيك بسيط علي. هلا يعني عرفتي والله إحنا أجينا أنا طرقت مشوار من الشام. إيه كرمال بس نجي بس لعندك. فالمينيموم ألبس. غالية أنت علينا. هي كرمالنا عاملة هيك. إنه حتى تحلقوا وشكوا وكذا. هولي كلهم كرمال. بس كرمال. لك لكن. حييت. إيه من استريتو ما عم بحسن أطلع. قد إيه بتشبهوا بعض؟ في شبه؟ في شبه بالشكل وبالطبع. هو أنا بنبسط بس حدا يقول لي بتشبهي أمك. هو فيكي ملامح من أمك، فيكي من لاحة أمك، كثير بنبسط. هي أول اعتراف اليوم. ضو عيونا لصفاء. لأنه أول مرة بسمع هيك. والله. مع انه كانت عم تقول ما بدها تعترف بشيء فدغري. هو انا مشكلتي اني انا كتومه بعرف اكتب. انا اعطوني سر فسركم بميكروفون فورا. لكن بهي ما بتشبهوا بعض بالمره. يلا رح اخذ اعترافات منك. اوكي مني انا؟ منك اكثر. بدك تبلشي فيني؟ هلا انت تزوجت عن عقل خلينا نقول وضينتي 5 سنين، رجعتي تزوجتي عن حب كمان ضينتي 5 سنين. رقم 5 معلق عندي. خلفتني بشهر 5. وجبتها بشهر 5 صح معلق عندي. رقم 5 اول مره بنتبهت رقم حظك. برافو عليكي نبهتيني على شيء ما علي انتبهت له. هلا هو الاول زواج مو قصه عقل بس كان يعني اندفاع اكثر. حدا بده يعني خلص ام ريدي اني انا اتجوز. بنفس الوقت اغرتني قصه امريكا وكمل دراسه بامريكا. باسبور امريكاني يعني. ايه ما اخذته باسبور. ما اخذته انا اللي اخذته الحمد لله. ما اخذته. بس انت فيكي تعطي لامك؟ والله انا ما صار ضروري يعني يلحقونا الضرايب. انت خلينا اساسي. خلينا بحالنا. ما بدنا هلا ما بدنا اختي ما بدنا. الفكره انه يعني في كان كذا سبب وما بنكر انه انا وقت اللي شفت ابوها يعني انه حبيته. يعني انا ما تزوجت الا اني حبيت. هن باسبوع تزوجوا. ولدها وسيم. والدها وسيم. بس قد ما طالعه املي بتشبهيك معناتها شكله كان يحبك اكثر ما انت بتحبيه. لانه بتعرفيها هيدي المقوله. اي اي بقولوا هيك. متزوجين اذا بتحبيه اكثر بيطلع ما خصيه. هي جيناتها قويه. هي الجينات قويه كانت عندها. جيناتي قويه؟ على فكره يعني املي بالمرحله الاولى من عمرها خلينا نقول بفتره المراهقه وهيك كانت تشبه ابوها اكثر. هي صار لها يعني تقريبا هلا شيء 5 سنين كمان 5 سنين. 5 سنين كثير عم تكون عم تشبهني انا اكثر ما تشبه ابوها. بلكي لانه صار الستايل اكثر. شو عملت لصرت تشبهني؟ والله ولا شيء بس يمكن على كبر عم تتغير الملامح فعم بيصيروا يشبهونا اكثر لبعض. يعني من جديد عم بسمع هاي الكلمه بتشبهي امك كثير. كيف علاقتك اليوم مع والدك؟ منيحه الحمد لله. بدك تاخذي اعترافات؟ ما حاعطيكي اعترافات. اعترافات ما في. لا سؤال عادي طبعا. سؤال يعني عادي. يعني لا ما رحت على امريكا قبل انا. وهو بيجي على سوريا او ما لبنان؟ ما صدفت يعني. وصارت لا. لا اجى على سوريا. اجى مره ب 2008 بتذكر كان عمري 8 سنين. ايه بس. ومن وقتها ما شفتي؟ بتعرفي ظروف سوريا كيف صارت كمان ما بقى يقدر حدا ينزل بسهوله على سوريا. ووالدي متزوج وعنده عندي اخين انا. فهن يعني عيلة مستقرة. تعرفيهم؟ ايه بعرفهم يعني بعرف اسمائهم بعرف اشكالهم بالصور بس يعني ما صدفت وزبطت انه شفنا بعض. ما بتفتحوا فيديو كول بتحكوا تقربوا من بعض؟ قليل كثير يعني ما بعرف كيف صارت القصص بس انه هي المسافات يمكن والبعد. هي عندها قناعة انه البعيد عن العين بعيد عن القلب. انا بقول لها لا ماما يعني انه بالنهاية هي اقسى منك؟ هي ليش بلشتي الموضوع من هون؟ ليش بلشنا الحلقه من هون؟ من وين لازم هي الـ هي الـ هي العقل اللي عندها اكثر يعني طابق. وبرافو عليها بهذا الوقت بالزمن هذا اللي هو مو زماني وزمانك ابدا اللي نحن عاطفتنا بتغلب علينا. املي بتحكم عقلها اكثر. كيف بتكون مرتاحه؟ راحتي انا سعادتي انا. التواصل بيريحني ولا بيعمل لي ازعاج؟ يعني املي من هذا النوع. بس هيدي تربيتك انت. انا انت ما دخلتي انا وحدي. شوفي التربيه هي بالمراحل الاولى من تكوين شخصيه اي طفل بالعالم. انت بتربيه على اساس معين بتحطي له مبادئ
بتربيه على هذا الشيء، بتقولي له شو الصح وشو الغلط، بس لما بيكبر ابنك وبصير عنده شخصيته، ولا انت عندك صبايا كمان اكيد انت ربيتيهم على شيء، بس لما بيكبروا وبصيروا هن بيحبوا شيء وبيكرهوا شيء بيطلعوا عنك شوي. يعني في امور انت بتحبيها ومربيتيهم عليها يمكن ما يحبوها هن على كبر، بقول لك لا مو مقتنعين. انت بتلومي امك؟ بتحسيها بفتره من الفترات كانت ضعيفه فتمردتي وبدك تكوني اقوى؟ بلوم امي باي ناحيه؟ يعني بمراحل ضعفها بحياتها، يعني بتتعلمي من تجربتها اذا بدك سؤال بغير طريقه. يعني ما عاد اوقع باغلاطها. ماما كانت ضعيفه بمراحل، انا ما بدي اكون اشبهها بهالمرحله. بالضبط، انا تعلمت من اغلاطها. يعني لما بشوف ماما مثلا عندها الثقه الزايده، عندها الحب المفرط للاشخاص اللي بتحبهم، انت بتفضل الناس عن حالها. ايوه هون انا بتعلم من هي القصص، انه ما بدي اوقع بهي المطبات لاني شفت. عرفتي؟ حتى العلاقات الزوجيه بس اللي رحنا لهيدا المطرح ونحن عم نحكي عن والدك. عم نغير الموضوع؟ كشفتنا؟ اليوم اذا شفتيه بتعرفيه ولا عن جد؟ طبعا انا بعرف والدي وبحترمه وانا على اسمه يعني وكل شيء. لا ما في عداوات، ما في مشاكل. قد ايه مسؤول عنك كان بمراحل حياتك لو وصلتي لهون؟ طب شوفي انا عن جد يعني ما عم اعرف شو بدي جاوبك. انا كثير اسفه، انا بصراحه الام والاب لاملي، وانا سندها، وانا تعبت كثير لعملت اهم انجاز بحياتي اللي هي بنتي املي. دائما بقولها اهم انجاز بحياتي هي بنتي املي. ما تشدي على حالك، خليك على طبيعتك. بفهمك كثير منيح، بفهمك كثير منيح، لانه كمان اللي مرقت فيه والدتك انا مرقت فيه، وعندي بناتي كمان مرقوا فيه، فهيدا بصير بالحياه، بتكون غلطه الاخر مش غلطتك. فكوني على راحتك وخلي مشاعرك مثل ما هي تطلع وما تشدي على حالك. والله مو شادة على حالي، بالعكس انا مبسوطه هي معك، مبسوطه انه عم نحكي. بس انا ما كنت يعني هي نقطة حساسة، مجهزه اي شيء لاحكيه. عرفتي مو كل شيء نحن بنقدر نقوله. ما نحن هلا قاعدين قاعده ما مجهزين شيء، بيطلعوا هيك مثل ما انا المشكله الشغلات هي تحديدا انا ما بحب اني انا احكي عنها، مشاعري ما بحب اقولها. صعب اني انا حسسك انا زعلانه، انا مبسوطه، انا بحبك، انا ما بحبك، مو بسهوله بورجيكي هذا الشيء. عرفتي؟ يمكن هيك شخصيتي انا. بس هن طلعوا لوحدهم، طلعوا لحالهم، طلعوا لحالهم. ايه كاركتر. قد ايه صعب انه انت لعبتي دور الام والبي؟ وخليني اشوف من اي عمر مع املي، يعني انت من وقت خلقت، يعني حتى انت ومعه. وانا معه انه يعني خلينا نقول انه ماديا كان انت بعمر صغير، يمكن كان عمرك قد ايه لما خلفتي؟ يعني 18 تقريبا 18 كنت بامريكا وحدك؟ صح. هلا هو حدك، بس قد ايه كان حدك؟ يعني هو حدي كان خلينا نقول ماديا، يعني وقت كانت لساتها بيبي صغيره، ونحن لما اطلعنا اصلا كانت لساتها بيبي. قد ايه كان عمرها؟ سنة وثمان شهور تقريبا، سنتين يعني هيك شيء. ودغري اخذت القرار تفلي من امريكا؟ اخذت القرار ايه، لانه ما عاد فيني، لانه امريكا بالذات اذا ما كان في لك حدا وما عندك بزنس خاص فيكي عم تشتغلي، يعني دائما امريكا مصاريه لإلها. فانا لسه كنت طالبه، يعني انا لسه ما كنت جاهزه اني اشتغل وعارك الحياه، وكنت بسن صغيره. فكان قرار رجوعي بانه بدي اتطلق بشرط بدي جواز سفر لبنتي، اني يعني اخذ بنتي معي. هذا الشرط الاساسي كان. فعليا اي انا اخذت املي معي وبشكره. هو ما كان عنده ما كان كتير عنده مشكل بهذا الموضوع. يعني كمان يعني هي بنته، يعني كل الناس كانت بتوقع انه رح يرجع 100% رح يرجع ليحاول انه يرجع هي العيله، لانه كنا عيله حلوه كثير، يعني الناس تحبنا. فكلهم كانوا متوقعين هيك الا انا.